السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام في حلقة جديدة، ودائما على قناتكم شروحات للمعلومات في درس جديد. في هذا الدرس إن شاء الله سنتطرق من خلاله إلى طريقة تصفح حسابك على الانستغرام كأنك تتصفح على الموبايل الخاص بك بطريقة رائعة جدا على المتصفح. فكما سبق وان شرحت في إحدى الحلقات السابقة كيف تقوم بفتح حسابك على انستغرام على المتصفح جوجل كروم، وكذلك تطرقت الى كيف تقوم بفتح حسابك انستغرام على المتصفح. كل هذه الاشياء اذا كانت تهمك، وكذلك تطرقت في احدى الحلقات كيف تقوم باستعاده انستغرام اذا تم اختراقه او تم سرقه حساب او شيء من هذا القبيل. كل هذه الاشياء اذا كانت تهمك الرابط تجده اسفل الفيديو. جيد، في اما بما يخص حلقتنا اليوم ان شاء الله ساريكم طريقه تصفح الانستغرام الخاص بك كأنك تتصفحه على الموبايل الخاص بك، ذلك من خلال المتصفح الخاص بك. فاتبع معي الطريقه. اولا ستقوم بالدخول الى حسابك على الانستغرام، بعد ذلك ستقوم بالنقر على ضغطة الزر الأيمن، ثم تختار انسبكت لليمو على هذا النحو. بعد ذلك ستظهر لك هذه الواجهة، إذا لاحظت معي هذه الواجهة ستظهر لك في الأسفل. ستذهب مباشرة إلى هذا الخيار الذي هو الإعدادات، ثم تختار هذا الخيار. بعد ذلك ستظهر لك هذه ستنبثق لك هذه الصفحة الجديدة، تختار هذا الخيار كما تلاحظ معي هنا. بعد ذلك تذهب مباشرة إلى هذا الخيار كما تلاحظ معي الذي يظهر على شكل موبايل، ثم بعد ذلك تذهب مباشرة إلى حسابك على انستغرام. لاحظ معي الآن كأنك تتصفح الانستغرام الخاص بك على المتصفح، كأنك تستعمله تتصفح الانستغرام الخاص بك على الهاتف كما تلاحظ معي هنا بشكل أنيق وجميل جدا. إذا كنت لا تريد تلك الصورة الكبيرة جدا، يمكنك أن تقوم بتصفحه على شكل الموبايل الخاص بك من خلال هذه الطريقة الرائعة جدا بدون استخدام أي برنامج أو شيء من هذا القبيل، فقط عن طريق المتصفح الخاص بك كما تلاحظ معي هنا. فهذا حسابي على انستغرام، أنا أقوم الآن بتصفح هذا الأخير كأنني أتصفحه على الموبايل الخاص بي. فكما تلاحظون طريقة رائعة جدا وسهلة للغاية. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، وكذلك نشر الفيديو مع الأصدقاء والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. وشكرا على المتابعة. إلى دروسنا.